مساء الخير عليكم متابعينا متابعي موقع صدى البلد الإخباري في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة جدا حول مستقبل عودة الدراسة والتعليم في مصر، واللي هنكون معاكم فيها النهاردة بنطرح كل الحقائق وكل التساؤلات عشان حالة اللغط الكبيرة جدا اللي سادت خلال الفترة الماضية. الحقيقة إن مع قرب موعد عودة الدراسة واللي كان مقرر ليه 20 فبراير الجاري، بدأت تزيد التكهنات وبدأت تزيد التساؤلات ما بين أولياء الأمور، بدأ منهم اللي يطلق شائعات وبدأ اللي يتكلم عن إمكانية عدم عودة الدراسة وإمكانية تأجيل الامتحانات لبعد رمضان، وكتير اتكلم طب لو هنرجع الولاد للمدارس، طب هل الوضع الوبائي في مصر في ظل انتشار فيروس كورونا يسمح بده ولا لا؟ طيب لو رجعوا مش هتزيد عدد الإصابات حتى لو كان في وضع مستقر في الوقت الحالي؟ لو رجع الطلاب للمدارس ده مش هيأثر سلبا على عدد الإصابات ويحصل ارتفاع مرة أخرى في منحنى الإصابات في مصر؟ كل الكلام ده بدأ ينتشر، وهو بالمناسبة يعني أمور مقلقة لأولياء الأمور ومبررة طبعا، خايفين على أولادهم. لكن للأسف خلال المرحلة دي وخلال اليومين اللي فاتوا تحديدا بدأ ينتشر منشورات مغلوطة ومنسوبة لمجلس الوزراء بأنه تم تأجيل الامتحانات بشكل رسمي، وده طبعا نفاه مجلس الوزراء ونفته وزارة التربية والتعليم خلال اليومين اللي فاتوا. الحقيقة أن القرار الرسمي حول عودة الدراسة أو عقد الامتحانات لم يتم اتخاذه بشكل رسمي حتى الآن، وده طبعا وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم أن القرار النهائي هيتم إعلانه يوم 14 فبراير الجاري، وده طبعا بعد ما وزير التربية والتعليم هيعرض سيناريوهاته على الحكومة وهيعرض سيناريوهاته على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا علشان نشوف هل هنقدر نرجع الطلاب، هل هنقدر نعقد الامتحانات ولا لا، وده هيتم إعلانه بشكل رسمي بدون أي قلق يوم 14 فبراير. فما فيش داعي من تداول أي شائعات أو كلام مغلوط يحدث بلبلة في الوقت الحالي. الحقيقة كمان في هذا الأمر هو إن وزارة الصحة أعلنت كلمتها فيما يخص عودة الطلاب، وقالت إن الوضع الوبائي يسمح بعودة الطلاب مرة أخرى لمدارسهم وما فيش أي مشكلة في الوقت الحالي. وعشان نطمن الناس وأولياء الأمور بشكل أكبر، المتابع للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية يقدر يعرف إن إحنا حصل عندنا نوع من الانخفاض في منحنى الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، ونوع من الانخفاض كمان في معدل الوفيات، وده يدل إن الوضع أصبح مطمئن بعض الشيء، وده إن كان ناتج عن شيء فهو ناتج عن الالتزام الفترة الأخيرة بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير جداً، وكمان يعني لقاحات فيروس كورونا اللي بدأت توصل البلاد وتم تطعيم الأطقم الطبية، وإن شاء الله المرحلة الجاية بكون في تطعيم لكبار السن. واللي نقدر نستشفه من هذا الأمر إن الوضع ما بقاش مقلق زي الأول، الحياة ممكن تعود، الطلاب ممكن يعودوا لمدارسهم، وبالتالي ما فيش أي داعي خالص من إننا نتناول أو نتداول معلومات مغلوطة وإن الدراسة مش هترجع وإن الطلاب مش هيرجعوا المدارس. هو السؤال هنا، هل إحنا مش عايزين التعليم في مصر يعود مرة أخرى؟ هل الحياة ممكن تكمل بهذا الشكل؟ النقطة المهمة اللي المفروض إن إحنا نحطها أمام أعيننا جميعاً كأولياء أمور أو مواطنين عاديين هو إن فيروس كورونا مش فترة محددة عارفين هتخلص إمتى وبناء عليها نبدأ نبني قرارات بعدها، ده وباء ووباء عالمي وما نقدرش نعرف هيخلص إمتى أو هينتهي إمتى، وبالتالي المفروض إن الحياة تستمر. هل إحنا عايزين نضحي بمستقبل تعليم أولادنا وبالتالي ما نوديش مدارس والحياة تتوقف عند هذا الحد، ولا إحنا عايزين نبدأ نتعايش ونطلع لقدام؟ ومن هنا يجي دورنا إحنا كأولياء أمور وكمواطنين في إن إحنا نساعد جهود الحكومة في عودة الحياة بشكل طبيعي. وهنا إحنا عايزين نطمن حضراتكم إن مفيش مسؤول في البلد هيحاول يخاطر بصحة أولادنا، بمعنى إن لو الوضع ما يسمحش، الوضع الصحي في مصر ما يسمحش إن أولادنا يعودوا للدراسة أو يؤدوا الامتحانات، مفيش حد هيخاطر بده. وخلينا أفكركم بالفصل الدراسي الأول، كان قرار من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتأجيل الامتحانات أول ما حسوا إن الوضع الصحي في مصر لن يسمح باستمرار الطلاب في الدراسة، وبناء عليه فما فيش أي مسؤول في هذا البلد هيحاول إن هو يخاطر بصحة أبنائنا من الطلاب. ده نمرة واحد. نمرة اتنين،
ما فيش أي داعي في الوقت الحالي من تداول أي معلومات أو أي أنباء مغلوطة حوالين هذه القرارات المصيرية، وخلاص يعني زي ما بيقولوا إن غدا لنظيره لقريب. يوم 14 فبراير هيعلن وزير التربية والتعليم بشكل رسمي الوضع والسيناريوهات والأمور هتبقى ماشية إزاي بشكل معلن ورسمي، ومفيش داعي إن إحنا نقلق نفسنا أو نقلق أولادنا من الطلاب خلال هذه المرحلة. لحد هنا دي كانت نهاية تغطيتنا النهاردة حول مستقبل عودة الدراسة والتعليم في مصر. بنشكركم طبعا على حسن المتابعة، وانتظرونا دايما في تغطيات لأهم المستجدات على الساحة المحلية والعالمية من موقع صدى البلد.